آيات النجاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين.
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. صدق الله العلي العظيم.